السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد الرحيم غورامو، أستاذ تعليم ابتدائي مديرية شتوكا إتباها، بالضبط مدرسة المتنبي. أولا قبل أن أعطي بعض الاعتصامات، أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق ويكيبيديا برئاسة سي مونير، سي رضا، سي عبد الإله، سي توفيق وسي رشيد، كما أريد أن أنوه بشبكة جمعية شبكة قراءة المغرب برئاسة الأستاذة رشيدة وباقي الأعضاء في الجمعية. كما أود أن أتوجه بالشكر كذلك إلى ميليسا، المنسقة الدولية لبرنامج ويكيبيديا، التي كانت حاضرة في هذه الدورة بقوة. صراحة تجربة كانت أكثر من رائعة، لقد استفدنا كثيرا من الزملاء الأساتذة من المكونين. صراحة كانت دورة راسخة في الأذهان وستظل إن شاء الله كذلك. نتمنى إن شاء الله أن نقوم بتطبيق ما استوعبناه إن شاء الله في هذه، سواء في الدورة التدريبية التي كانت عن بعد أو سواء في الدورة الحضورية. ولكم جزيل الشكر مرة أخرى. شكرا لكم.